عالمية. ينضم إلي الآن من لندن أشرف العايدي، الرئيس التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي. أشرف، صباح الخير وكل عام وأنت بخير، شكرا على حضورك معنا في الاستوديو. لنبدأ بجولة أفق الأسبوع. العام الماضي كان السندات الخزانة الأمريكية أعطت أفضل عوائد، أصلا السندات كانت أفضل من غيرها من الأصول، وسندات الخزانة الأمريكية كان الريتيرن تبعها حوالي 9.8%. أول أسبوع بدأناه من العام الجديد تراجعت بعض الشيء السندات، ارتفع العائد عليها. سؤالي لك، رأينا الكثير من الأرقام الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة من ضمنها الـ US Factory Orders، بيانات الوظائف، هل تعتقد أنه نحن باتجاه انتعاش في الولايات المتحدة، وماذا يعني ذلك للسياسات النقدية خاصة أنه هناك اجتماع للفيدرالي ب 24 و 25 من يناير؟ نعم، لن يكون هناك أي يعني تغيير في جلسة الـ FOMC البنك المركزي في الشهر هذا. الانتعاش نادين طبعا يعني نتوقع نوعا من الاستئناف في الانتعاش هذا من هنا إلى شهر 4 إلى شهر 5، إنه يعني إنه فينا نتوقع الارتفاع في سوق الوظائف بين 150 ألف و200 ألف كل شهر. والشيء الآخر البارز نادين إنه هو إنه بيان الـ ISM اللي هو الـ Purchasing Managers Index في الولايات المتحدة، هو الوحيد في الولايات المتحدة الذي ما زال على نقطة 50. لقد رأينا هنا في ألمانيا، في إيطاليا، في الصين، في اليابان، في بريطانيا الرقم هذا نزل تحت 50، تحت نقطة 50 إلا بالولايات المتحدة. فالسؤال هو انه نحن نتوقع انه سيكون فيه استئناف، ولكن السؤال البارز يعني نادين، هل سنرى نفس الاشي الذي رأيناه بين شهر 1 وشهر 6 ب 2010؟ شو صار هناك بشهر 1 وشهر 6 ب 2010؟ كان في هناك فارق شاسع بين الديناميكيات الاقتصادية في الولايات المتحدة لصالح الولايات المتحدة، وكان في هناك يعني تذبذبات ولا نوعا من التدهور في أوروبا في اول 6 اشهر في 2010. ولكن بعد شهر 7 وبعد شهر 8 في 2010 صار هناك تغير وتعبت الاسس الاقتصاديه في الولايات المتحده، وبذلك اضطرت الى البنك المركزي الامريكي لاخذ التيسير الكمي الثاني في شهر 11 2010. فالجواب لك يعني لإلك انه ما دام انه سيكون هناك التقدم والانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة في اول 5 اشهر، هذا لن يساعد يعني سندات الخزانة، لانه كما نعرف هذا سيرفع العائد، وكل ما يكون يعني يرفع العائد سعر السندات ينزل. ولذلك نتوقع انه الاسد كلاس التي يمكن ان تستفيد من هذا هو سيكون البترول والناتشورال غاز. طيب، اذا دخلت بموضوع الاسد كلاسز او الفرق بين اداء انواع الاصول المختلفة، كما ذكرنا العام الماضي كان عام السندات الخزانة سجلت افضل اداء. الان هناك العديد من الوضعي الاستراتيجيات يتحدثون عن انه ستكون سنة الاسواق الاسهم الامريكية. بالامس بوب دول وهو تشيف اكويتي ستراتيجيست وضع استراتيجية الاستثمار للأسهم ببلاك روك، يقول أنه يتوقع ارتفاع ب 10% بالأسهم الأمريكية بالعام 2012. إذا أردنا أن نتحدث أشرف عن سندات أسهم وسلع، خاصة البريشس ميتلز مثل الذهب والفضة والنفط، برأيك كيف ستكون مروحة الأداء بين هذه الأصول المختلفة بال 2012؟ طبعا اذا ندخل في مساله الاسهم، الواحد لازم يفصص ولازم يدخل بالاسهم ويقول ما هي نوع الاسهم، هل ستكون الاسهم الدفاعيه، هل ستكون الاسهم المعتمده يعني عن السلعات مثل شركه ايفركور، يعني شركه كبيره هذه التي يعني كل الاقتصاديين وكل الاستراتيجيين يقولون انه لازم الواحد انه يدخل شركه ايفركور بالبورتفوليو تاعه. بتعرفي يعني اما عن الذهب، اما عن الصراع بين الذهب والفضه من جهه ضد البترول وضد الغاز من جهه اخرى، نحن نتوقع انه الذهب لن يكون له اي ارتفاع الا بعد شهر 6 ولا شهر 7. فيمكن انه سنختبر يعني حوالي نقطه. لماذا؟ لانه لسه هناك من تعرفي، لانه
طالما انه لن يكون هناك الحاجة في الدخول في التيسير الكمي الثالث في الولايات المتحدة، الأسواق ستصل إلى مرحلة أنه تقول طيب نحن عملنا منيح، ولكن الآن نحن بحاجة إلى انتعاش آخر، لأنه في عندك السيناريو وعندك الثيم اللي هو موضوع البريكس، البرازيل والهند والصين وروسيا، إنه هذا الموضوع، إنه هذه يعني هذا الذي كان يقال بالمحرك العالمي، المحرك هذا لقد بطأ، والآن في خاطر انه البطء هذا يعني سيذهب الى نوع من التدهور. فالسؤال انه هل بقدرة الولايات المتحدة انه ستأخذ دور المحرك العالمي من البريكس، وتأخذ كل والولايات المتحدة بقدرتها انه تأخذ كل هذا؟ لا اتوقع، لان الكلام هذا كان صالح ب 2002-2003 لما الولايات المتحدة كانت بحاجتها، انه كانت بتورد يعني الواردات في العالم، ولكن نفس الشيء. ولذلك سنصل الى محل انه سيكون هناك بحاجة الى التيسير الكمي الثالث في الولايات المتحدة، وتيسير كمي ثالث في بريطانيا بالنص الثاني، وذلك سيعطي دافع وانتعاش مجدد في الذهب وفي الفضة في اواخر يعني في حوالي الصيف هذا. اشرف، وقتنا ضيق جدا، ارجو منك اجابه سريعه. اليورو يوم امس سجل ادنى مستوى منذ سبتمبر 2010 على مقابل الدولار، اين تراه يتجه، خاصه مع عوده ارتفاع العائد على سندات الخزانه الايطاليه لعشر سنوات الى ما فوق 7% الاسبوع الماضي، وايضا اسبانيا؟ لا، لن يكون فيه اي تقدم في المفاوضات في الدت وفي الدين الاوروبي. الان السؤال انه لازم يكون فيه انتعاش من الاقتصادي، من الناحيه الاقتصاديه، ولن يكون اي انتعاش، بالعكس انه كل هذه السياسات التقشفيه هذه ستكون ضد اقتصاد اليورو. ولذلك نحن نتوقع يعني كنا بشهر 9 انه اليورو سينهي العام تحت $1.30، فعل ذلك. الان نحن نتوقع انه سنذهب الى حوالي $1.25، سيكون بنوع من الصعوبه انه سنذهب تحت $1.25. بس خلينا اول شيء يعني ننتقل الى $1.25-$1.75، وبعد ذلك نرى انه هل سيمكن ان نلتقي يعني ان ننتقل الى $1.21. ولكن شيء انه من الافضل التريد الذي نحن نقولها هو بيع اليورو مقابل الكندي والدولار الامريكي. شكرا جزيلا لك أشرف العايدي، الرئيس التنفيذي لشركة انترماركت ستراتيجي، أهلا وسهلا بك.